تاخر كبير بكل صراحه. لكن كتكلموا بان الحكم قال ندير مباراه لا مكوين الاعصاب ديالو الركله الجزاء الركله الجزاء للمغرب الفاسي. الفار يحسم في القرار ويؤكد قرار الحكم. الركله الجزاء في الوقت القاتل. حمزه الجناتي حمزه الجناتي الجناتي جول الجناتي جول 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 مصاوي في الوقت القاتل المغرب الفاسي يفعلها. حمزه الجناتي النمر الاصفر النمر الفاسي يكشر على نيابه في اللحظات الاخيره في هذه المباراه المثيره. حمزه الجناتي يسكن في الشباك 1-0 للمغرب الفاسي.